بسم الله الرحمن الرحيم، طلاب مساق الصلابة النفسية، نرحب بكم في لقاء متجدد. سنتحدث اليوم في موضوع جديد وهو How to know when your resilience is low. الحقيقة أن كثيرا من الأحيان يمر الإنسان بتقلبات في حياته الشخصية وفي حياته الاجتماعية، ويتعرض لكثير من الصدمات والإجهادات في تعاملاته اليومية. ومن المفيد معرفة الخصائص المشتركة لمن تنخفض مرونتهم أو قدرتهم على الصمود النفسي. و نحن نعرف أن الإنسان تختلف مرونته النفسية من شخص إلى آخر نتيجة لعدة عوامل لها علاقة بالبنية النفسية الأساسية والبنية الجسدية والخبرات والثقافة التي اكتسبها الشخص طوال حياته العمرية. فبالتالي يختلف الإنسان من شخص إلى شخص في قدرة التحمل وقدرة الصمود. على سبيل المثال، نجد مثلا بعض الأشخاص يجد صعوبة في النوم، وهذا من أحد مؤشرات انخفاض المرونة. يجد نفسه بعض الأشخاص سريعي الغضب أو الانفعال أكثر من المعتاد وعلى غير العادة، وهذا لا يظهر بنفس الكيفية سواء بالنوم أو بالانفعال بنفس الكيفية لنفس الأشخاص المختلفين. فربما تكون لدى شخص معين انفعال أقل بنفس الموقف أو لنفس الموقف، أو أنه الأرق الذي يحدث له في النوم ليس بالشدة التي تحدث لشخص آخر. وهذا كما تحدثنا يختلف من شخص إلى آخر وفق الصلابة النفسية التي يتمتع بها الأشخاص. وكما تعلمون أن هناك فروقا فردية في مستويات الصلابة النفسية من شخص إلى آخر. هناك بعض الأشياء المشتركة في شخصية أو تدلل على ضعف المرونة النفسية أو انخفاضها على وجه التحديد، منها التهيج أو الغضب. بعض الأحيان سرعة الغضب، سرعة الانفعال من أكثر الخصائص شيوعا. بعض الأحيان الإنسان نتيجة صراعات معينة في العمل، مشاكل على سبيل المثال طبعا نطرحها، مشاكل وضغوطات العمل، يحدث انفعال ويحدث اقتتال إن صح التعبير ما بين الأفراد أو ما بين الزملاء. وهذا نتيجة تآكل المرونة النفسية. لكن عندما تعاد تلك المرونة ويعاد القدرة على التأقلم والتكيف والصمود، تجد أن الإنسان أصبح أكثر صبرا وأكثر تعاونا. وكما تعلمون أن سنتحدث لاحقا في كيفية بناء المرونة، ولكن في هذه النقطة الإنسان من خلال التجارب ومن خلال الخبرات ومن خلال الثقافات التي يكتسبها خلال حياته اليومية وتعاملاته في عمله وفي أسرته وفي مجتمعه يكتسب الخبرات الكثيرة، وبالتالي تعزز من مرونته النفسية وصلابته وقدرته على التكيف. فالغضب والتهيج السريع غير المبرر في بعض الأحيان أو الانفعال الزائد عن اللزوم هو أحد مؤشرات انخفاض المرونة النفسية أو الصلابة النفسية. أيضا المرض المستمر، دائما الإنسان يشعر بالمرض، دائما الإنسان يشعر بأنه مريض. من أكثر الخصائص المحبطة أو التي تبين أن أو التي تؤثر بشكل أساسي على انخفاض المرونة أن الإنسان يكون دائما مريضا، نظرا لأن أجهزتنا المناعية تعاني من الاكتئاب عندما تكون مرونتنا منخفضة. لا يمكن محاربة الفيروسات والبكتيريا التي تقصف أنظمتنا بشكل طبيعي في العادة، لا أمراض أبدا، لكن لمدة عامين. يعني هذا أحد الأشخاص الذي تحدث
في هذا البحث أو هذا المفهوم عندما كان في العراق، وهو أمريكي الجنسية، عندما كان في العراق ويقول: بعد مغادرة العراق بدأ أنني أصاب بكل خلل في المكتب، وأعاني من أمراض مزمنة في المعدة. ومجرد أن استرجعت، يعني مجرد أنه يسترجع أو أنه يصير عنده يعني غثيان، نادرا ما أمرض مرة أخرى. الحقيقة أن الشعور بالمرض بشكل دائم، ونتيجة يعني أنه دائما الأمراض تقلل المناعة، دائما الأمراض تجعل الإنسان دائما في يعني خلينا نقول ناحية اكتئابية معينة، أو في زاوية من زوايا الاكتئاب إن صح التعبير. دائما الأمراض تجعل الإنسان أقل قدرة على المواجهة، فبالتالي الماضي المستمر يعني يبين أو يديني مؤشر أنه هذا عنده مرونة ضعيفة، عنده صلابة أقل، ليس لديه قدرة على التكيف بشكل كما الآخرين. فمؤشر مهم لضعف المرونة أن هذا الإنسان، يعني عندما تجد مثلا أناس لديهم أمراض المزمنة، أو لديهم أمراض دائما يشعرون بها موسمية على سبيل المثال، أو أمراض كالسكري والضغط، أو أمراض كغسيل الكلى، أو أمراض لها علاقة بالجهاز المناعي، نجد في كثير من الأحيان هؤلاء الأشخاص مرونتهم النفسية وقدرتهم على التكيف ضعيفة، وبالتالي لا تظهر عليهم مظاهر عدم التكيف وتنعكس على سلوكياتهم. تلاقيه بيشاركش بعض الأحيان، بيكونش فاعل، بيكونش مبادر، هذه كلها دلائل على ضعف المرونة نتيجة المرض طبعا. اضطراب في النوم، ترابل سليبنج، اضطراب في النوم، اضطراب في النوم او تربل سليبنج، هذه اضطراب في النوم شائع للغايه بين الاشخاص الذين يعانون من ضعف في المرونه. يركز الكثير منا على كيفيه النوم بشكل افضل دون ادراك اننا بدلا من ذلك نحتاج الى تعزيز قدرتنا على الصمود. يتحدث ايضا هذا الشخص الذي انا استنتجت او يعني أدرجت تجربته في هذا الموضوع: لمدة عامين بعد مغادرة العراق نادرا ما أنام أكثر من 4 ساعات في الليلة. اعتقدت أنه كان مجرد جزء من التقدم في العمر، ولكن بمجرد أن استعدت بدأت في النوم بشكل أفضل، وعندما تكون مرونتي عالية أنام جيدا. هذا شخص يعني كان موجودا في العراق، وكما تحدث انه يعاني من اضطرابات في النوم نتيجة الضغوطات التي كان يعاني منها نتيجة الحرب او المشاكل التي كانت توجد في العراق، وهو جندي امريكي او عالم امريكي كان ضمن القوات الموجودة في العراق. ويتحدث عن انه يعاني كان اضطرابات شائعة في النوم نتيجة ضعفه للمرونة، ولكن بعد عامين من مغادرة العراق تعافى من هذه الضغوطات وهذه الظروف الصعبة والإجهادات التي كانت يتعرض لها دوما في عمله في العراق، تعافى وأصبح ينام جيدا وبشكل أفضل. وهنا يعني إنه الكثير من الناس لما يكون عندهم مشاكل ما بنقدر ينام كويس، أو يفكروا بظروف الحياة الضاغطة يكون عنده اضطرابات في النوم، معروفة الشغلة طبيعية. فلابد أن يتخلص، يعني أي واحد بيجيك كأخصائيين بيقول لك أنا بعاني من اضطرابات في النوم، أنا ما بنام كتير، بنام وأنا صاحي، بنام وعقلي شغال، هذه كلها نتيجة أنه بعاني من تفكير زائد، من إجهادات تلاحقه أثناء الليل. التخلص من الأرق في النوم هو التخلص من تلك الإجهادات، والتخلص من الضغوط التي يمر بها نتيجة الأفكار اللي بتجي، ونتيجة المصاعب اللي هو بمر فيها، وبالتالي تؤثر بشكل أو بآخر على الاستقرار النفسي وعلى الصلابة النفسية وعلى سكونه بالليل والنوم بشكل طبيعي. فهذه مهم جدا أن ننتبه لها
كأخصائيين في تعاملنا مع الأشخاص اللي بيجونا عندهم مشاكل في النوم. إنه يصبح الإنسان يصبح الإنسان منعزل ومتشتت. يمكن يعني للناس إما أن يبدأوا في عزل أنفسهم عن الآخرين، أو يصبحوا معتمدين بشكل كبير على وجود عائلة أو أصدقاء من حولهم. الإنسان اللي بمر بمراحل أو ضعف في المرونة، إما أن يكون منعزل منطوي، ما يكون مشارك، ما يكون اجتماعي، أو أن دائما معتمد على dependent، يعني on having a family or friend around them، يعني دائما بحب أن يكون حواليه الناس وعنده أشخاص يساعدوه، ويكون هو مرتاح لو كانوا هم حواليه. وبالتالي بكون بعيدا عن التواصل الاجتماعي، وبكون بعيدا عن تكوين الصداقات، وبكون بعيدا عن انه يكون متفاعل، وممكن ان يعزل نفسه بشكل او باخر. لكن لما تتحسن المرونة، مهمة جدا انه يرجع تاني، لانه يكون يعني متواصل ومتفاعل اجتماعيا. وهذه كمان مهمة جدا، انه اي انسان عنده مشاكل في التواصل، مشاكل في انه يكون منخرط في المجتمع، مشاكل كذا، بدنا نشوف ما هي المؤثرات التي تجعله غير قادر على التعامل المرن مع الاخرين، غير قادر على انه يتواصل مع الاخرين. هل مرونته النفسية هي الأساس، هي السبب، أم أمور أسباب أخرى؟ فلابد أن نفحص هذا الجانب، الإجهادات وسبب هذا الأمر، إنه إنسان أصبح هش نفسيا نتيجة الضغوطات، وبالتالي أصبح معتمدا دائما على الآخرين، أو حتى منطويا، واعتماده لا يكون على محيطه العام، ولكن يكون على الحلقة الأضيق في حياته الشخصية، أصدقائه المقربين جدا جدا، أو عائلته المقربة الأساسية، زوجته، أولاده، أو إخوانه، أو كذا. أما أن يكون منفتحا أكبر، لا، يكون هناك للدائرة الضيقة اللي هي معتمد عليها، أو أن يكون حتى، وهذا يعني يتناغم مع الانعزال المجتمعي، وبالتالي لا يكون يعني متفاعلا اجتماعيا، أو أنه عنده تفاعل اجتماعي. أيضا من مظاهر انخفاض المرونة، يصبح الإنسان نكدا، يعني يمكن أن يكون هناك تغير في هرمونات الجسم يسبب تقلبات مزاجية. يمكن أن نشهد ارتفاعات وانخفاضات شديدة أحيانا عدة مرات في اليوم، بمعنى أنه الإنسان يصبح المود تبعه مود مرضي، ما مش مود طبيعي ولا مود سليم، نتيجة الحياة والضغوطات اللي مر فيها الإنسان. أيضا بسهولة المبالغة في ردة الفعل، يعني الأوفر أكشن تو نورمال ستريس، يعني إذا كان الأمر طبيعي في الوضع الطبيعي، في الضغط الطبيعي عادي جدا، إشكالية وركب سيارة، ابنه زار سرق في البيت، في العمل مديره قال له سوي هذا الآن، ضغط طبيعي، لا يكون ردة فعله عالية جدا مبالغ فيها. وبعض الأحيان احنا بنشوف ناس بقت تنفجر من لا شيء، أو تنفجر نتيجة ظرف ذا قش الذي قسم ظهر البعير التي فتشت على الضغط الأكبر. فهذه الأمور التي يحدث لدى الإنسان، أن يكون رده مبالغ فيه على أمور بسيطة جدا ولا تستدعي ذلك الرد، وهذا يدل على أنه يمر تحت ضغط شديد، وأدت إلى ضعف في مرونته، وهذا الستريس البسيط أظهر هذا الضغط بشكل أكبر. أيضا دائما يعني الإنسان
يكتئب بسهولة ويبكي. يعني الناس اللي عندهم ضعف في المرونة أو مرونتهم منخفضة دائما بيشعروا بالحزن الشديد ويبكون بسهولة أكثر مما اعتادوا عليه، وهذا يدل على هشاشة نفسية. أيضا الإنسان اللي من نتيجة ضغوط معينة بتلاقيه أو ظرف بسيط تلاقيه أصبح يبكي وتأثر بشكل أكبر، دائما سهل إنه يدخل في مرحلة اكتئاب أو بشكل أو بآخر. أيضا البولمومري إنه يكون في ضعف في الذاكرة عنده. الحقيقة إنه ما رأينا عندما كان الموظفون يدرسون لغة أجنبية بعد الخدمة في وظيفة خطيرة في الخارج يكافحون لتعلم لغة جديدة بسبب نقص الذاكرة لديهم، بمجرد تحسن مرونتهم وجدوا تعلم اللغة أسهل بكثير. يعني أنا برضو الأمريكي اللي كان في العراق واللي بتحدث اللي كان يشتغل في وزارة الخارجية عن ظروف حياته الصعبة والستريس الذي يمر به في هذا البلد الذي كان يعج بالحروب، يقول أن الموظفين اللي كانوا عنده أو معاه في وزارة الخارجية عندما كانوا يطلب منهم أن يتعلموا لغة جديدة كانوا يلاقوا صعوبة في التذكر، أما عندما خرجوا من الضغط والستريس الموجود أدت إلى أنه يكون عندهم وضع أفضل وأفضل بكثير مما كانوا عليه في السابق. أيضا ضعف الأمل lack of hope، الحقيقة أنه السمة الأكثر إثارة للقلق لانخفاض المرونة هي الافتقار إلى الأمل والرؤية للمستقبل. هذول الناس اللي عندهم مشاكل في هذا الكلام بيجدوا مش صعوبة أو مشاكل كثيرة في إنه يكون نظرتهم تفاؤلية للمستقبل، وبالتالي دائما زي ما بقول لك يعني طريقه مسدود مسدود. هذه الفكرة إنه الإنسان يرى إنه لا أمل في نهاية النفق، أنه الأمور مظلمة، أنه الوضع صعب، أنه كذا، فبالتالي يدخل في مرحلة سلبية في حياته، وهذا يجعل من الصعب التخطيط وحل المشاكل، ويمكن أن يتجلى في السخرية وعدم الاهتمام. يظهر ذلك في أنه دائما بيسخر من ظروفه، دائما مش مهتم، كيرلس. وقد يجد بعض الناس أنفسهم أيضا يأخذون مخاطر غير ضرورية أو ينخرطون في سلوك متهور لأنهم فقط لا يهتمون، أو أنهم يعني لا يرون أن ذلك مهما وأن لا أمل وأن لا مستقبل. فنجد الأشخاص اللي عندهم ضعف في المرونة ينظرون إلى المستقبل نظرة سوداوية، دائما متشائمين. يعني حقيقة الناس عندهم تشاؤم دائم في كل شيء، ونظرتهم الغالبة التشاؤم بدون شيء منطقي ولا موضوعي ولا حتى تبرير لهذا التشاؤم، أو حتى بعض الأحيان يكون تبريرهم تبرير سلبي بالأساس، وينظرون للأمور السلبية ويضخمونها. هؤلاء الناس مؤشر إلى اللو ريزيلينس، يعني هذا الأمر يدل على أنه هناك في انخفاض في المرونة لديهم. في هناك أربع استراتيجيات can build your resilience reserves، يعني أنت بتحاول تبني المخزون او المناعه اللي النفسيه، خلينا نقول، او المرونه النفسيه اللي انت بتمر فيها، وبتساهم بشكل او باخر في تعزيز قدرتك على الصمود وعلى التحدي. اهم شيء في هذا الموضوع انه انت تعيد صياغه تفسيراتك، ريفريم يور انتربريشن، أنت تعيد صياغة تفسيراتك للأشياء. يجد الأشخاص المرنون طريقة لشرح مواقفهم في ضوء أكثر إيجابية مع الاستمرار في قبول الواقع. يعني إنسان بتبرر بشكل منطقي بشكل أكثر إيجابية. لابد نعلم الأشخاص اللي عندهم ضعف في المرونة كيف ينظرون إلى الأمور بنظرات أكثر إيجابية، وينظرون إلى الأجزاء الإيجابية في الموقف مع الاستمرار أن هذا الواقع اللي احنا بنعيشه صعب،
أو قبول الظرف الواقع اللي فيه للضغط والإجهاد الأمور فيه، لكن لا نعمم ولا نضخم ولا نهول هذا الموقف. تخيل نشرة إخبارية تجري مقابلات مع ضحايا كارثة طبيعية بعد عام، بعض الناس اللي حضروا القصة هذه بيقولوا لن نستعيد حياتنا أبدا. يجد الآخرون الجانب المشرق، كان هذا أسوأ شيء حدث لي على الإطلاق، لكن هذا المجتمع اجتمع وأظهر قوته بطرق عديدة لا تصدق. شوف كيف أنت اختلاف التفسير، ناس مروا بكارثة، اللي عنده صار ضعف في المرونة أو تأثروا بشكل كبير، قالوا إيش؟ لن نستعيد حياتنا أبدا، خلاص انتهت حياتنا عند هيك، دمرنا، انهلكنا، هذا آخر إشي، يعني لن تقوم لنا قائمة بعد اليوم. لكن الناس اللي عندهم يعني قدرة أو مرونة أو عندهم نظرة إيجابية أكثر، إنه يقولوا آه والله إحنا هذا أسوأ شيء مر علينا، لكن المجتمع احتضننا والناس ساعدتنا، وإحنا إن شاء الله حنظهر قوة أو نعيد صياغة أنفسنا مرة أخرى. هنا الفرق. وطبعا إحنا كشعب فلسطيني بنمر بصدمات وحروب دائمة ومستمرة، ودائما إحنا أندر أتاك، دائما هناك في يعني عندنا الحصار، عندنا الاحتلال الإسرائيلي، عندنا الضغوطات المالية، عندنا كتير شغلات، وعندنا الحروب اللي بتدمر بيوتنا ونفقد أحبابنا، هذه كلها بتضعف الصلابة النفسية عندنا، صحيح. لكن إذا نظرنا من بشكل مختلف للواقع، إنه في احتضان مجتمعي، في قدرة على على إنك تحتضنك جيرانك حواليك، المؤسسات، الدولة، الجهات الحكومية الداعمة للواقع الموجود، للشؤون الاجتماعية، الكذا، هذه كلها بتساهم في تعزيز صلابتنا النفسية. أما أن نقول لن تقوم لنا قاعدة، ومدمرنا، دمر البيت وراح الأولاد، وإحنا خلاص آخر حياتنا، وهيك ما فيش بعد هيك، ولن يحدث لنا أكثر من ذلك، والوضع صعب جدا، ولن نستمر في الحياة، وندخل في مراحل تانية من الانحدار النفسي، هذه الشغلات لا. الإنسان حتى تعزز قوتك وتعمل بناء للريزيلينس تبعتك، لابد انك تعيد تفسيراتك وتعيد صياغتها بشكل مختلف. ايضا حدد ما يمكنك التحكم فيه. حدد ما يمكنك التحكم فيه. المتفائلون هم من بين اكثرنا مرونة، وينجحون بفضل تركيز انتباههم على كيفية تحسين اوضاعهم عند مواجهة تحدي ما. من المرجح أن يكون المفكرون المتشائمون قد يعني لم يروا أو لم يستطيعوا إحداث تغيرات إيجابية. باختصار إنهم يتبنون عقلية الضحية. إيش بنفهم من ذلك؟ لابد الإنسان يكون يعني يركز أكثر. إذا مر بظروف ضاغطة وحس إنه عنده مشكلة في المرونة وقدرته على التكيف، طبعا يا جماعة هذه الأمور، هذه الأشياء تحتاج إلى تدخل أخصائي. لا يستطيع الإنسان اللي داخل الضغط النفسي إنه يرى الأمور بوردية أو يرى الأمور بطريقة سليمة، ولا أن يكون قادرا على أن يفكر بموضوعية كما نفكر نحن الأخصائيين النفسيين اللي عندنا معرفة وفهم طبيعة الظروف، بخلاف الأشخاص اللي مروا تحت الضغوط الأندر أتاك اللي بيكونوا مستهدفين بشكل أو بآخر. هذه الأمور ما يعني لابد من تدخل أخصائي عنده خبرة وعنده وعي وعنده إدراك في ذلك الأمر. فلابد أن يعني حتى نقوي من الصلابات النفسية للأشخاص هؤلاء، لابد أن نحدد ما يمكننا التحكم فيه، ما يعني كيف، ما هي نقاط القوة لدينا
وما هي نقاط الضعف، ما هي الأشياء اللي أنا بقدر أتصرف فيها وأتحرك فيها، وما هي الأشياء التي من الصعب الآن التحرك فيها. تحديد البدائل، تحديد الأولويات، تحديد المصادر التهديد وما الفرص. هذه الشغلات كلها لابد أنه الإنسان اللي بده يقوي من صلابته النفسية يكون أوير لهذه الأمور، وعنده قدرة، خلينا نقول كمان غير الوعي، قدرة على المبادرة وأخذ زمام المبادرة في التحكم في أشياء، خلينا نقول تكون بين يديه وتقوده من خلال هذه الأشياء إلى أن يخرج بشكل أو بآخر من على الأقل من الضغط المباشر إلى الأمور الأوسع، وإلى خلينا نقول مجال أوسع يتحكم في أو يفكر في طريقة موضوعية وبطريقة سليمة، بدون أن يكون أنه عقلية الضحية، أنه هو الضحية، أنه هو المغلوب على أمره، أنه ليس له حول ولا قوة، لا يستطيع أن يفعل شيء، ليس لديه من الإمكانيات، ليس لديه من القدرات، فقد كل ما يستطيع أن يجابه فيه الحياة. هذه الأمور كلها لا، الإنسان يعني ما بيقدر إنه يعني خلينا نقول نستسلم لهالواقع هذا، ولابد نعلم الناس هذولا إنه لا، عندهم إمكانيات وعندهم قدرات، ولابد يكون أكثر تفاؤلا وأكثر أملا في الحياة. طبعا في خمس حقائق حقيقة أو يعني مش ممكن نصدقها عن المتفائلين. المتفائلين يعني يحافظ المتفائلون دائما على رؤية أكثر دقة للتحكم لديهم. خذ بعين الاعتبار مثلا، هذا قصة نسردها في سياق، لأنه هذه الحقيقة موضوع الريزيلينس، موضوع الصلابة النفسية دائما تدرس في مجالات الحروب، أو تدرس خلينا بالشكل الأساسي للجنود والعساكر اللي بروحوا على الحرب، حتى يقووا من صلابتهم ويتحملوا أعباء وضغوطات الحروب والجو الغير الطبيعي اللي بيعيشوا فيه، وبالتالي بيحاولوا قدر الإمكان إنه يكونوا عندهم قدرة على التكيف مع الظروف الصعبة، وخلينا نقول استنباط واستخراج أفضل ما يمكن من هذا الظرف الصعب. مثلا محاكمة أدميرال جيمس ستوكتيل باعتباره أسير حرب في فيتنام. المصطلح اللي ابتكره المؤلف جيم كولينز هو وصفة المرونة التي تجمع بين التقييم القاسي والموضوعي للواقع، كونك أسير حرب أمر مروع، مع الثقة والإيمان اللذين يقودان الأمل، هذا سوف يتحسن ويمكنني تحسينه. يعني الموقف هذا سوف يتحسن ويمكنني تحسينه على الرغم من أنهم عالقين في الحبس الانفرادي. طور هذا الأدميرال ورفاق السجناء نظام التنصت للتواصل مع بعضهم البعض، بمجرد أن يتمكنوا من التواصل يمكنهم دعم بعضهم البعض. يعني إنه أوجدوا طريقة وبناءة وخلاقة للتواصل فيما بينهم حتى يخرجوا من مرحلة الضغط الموجود، وأنه هذا الأمر سوف يتحسن. يعني في عندهم هوب، في عندهم أمل، بالتالي ما كان هذا الأمل مفقود. التفاؤل الواقعي يحدد نقاط التحكم في هذه الحالة، القدرة على التواصل ويستفيد منها، المرونة هي اتخاذ خطوة إلى الأمام على الرغم من الظروف الصعبة والعصيبة. عندما نبحث بشكل نقدي عن شيء يمكننا التحكم فيه، فإننا نضع الطريق لأنفسنا. هنا هو الأمل. فالناس اللي عندهم تفاؤل مهمين جدا إنه ينظروا الأمور من منظور آخر. ف من الأشياء اللي المتفائلين دائما يعني بتستخدموها، اطلب الدعم، اطلب الدعم، اطلب الدعم، مهم جدا، اطلب الدعم، seek support، ابحث عن الدعم. ف
هناك العديد من الصور في ثقافتنا عن البطل الوحيد المعتمد على نفسه، والذي توفر إرادته الشخصية القوة الكافية لتحمل أي عقبة. الحقيقة طلب الدعم مهم جدا. الإنسان مش هيرو، مش بطل. الإنسان مش إنه بيقدر يسوي كل شيء بنفسه. الإنسان يحتاج إلى مساعدة الآخرين. الإنسان كائن اجتماعي. لكن يعني صحيح القوة الشخصية مهمة كثيرا، لكن الشعور بالانتماء للمجتمع هو الذي يتيح المرونة الحقيقية. وكثير من الدراسات لجت على الأطفال الذين يمرون بمصاعب كبيرة، أن الأطفال الذين لديهم شخص بالغ في حياتهم يوفر الاستقرار والدعم يكونون أكثر احتمالية بكثير من الأطفال الذين لا يفعلون ذلك. الإنسان اللي عنده حد يعمله سبورت ويعمله دعم بيكون أكثر هدوءا وأكثر استقرارا، بالذات الأطفال وحتى الأدلت الكبار، لما يكون في حواليه محيط اجتماعي مؤازر. واحنا عارفين انه احنا في النهاية لما نروح نواسي حدا في فقد عزيز ما شابه ذلك، او في مصيبة ألمت بشخص، او في مريض ما يعني مرض معين نزوره، هذا بمثابة الدعم. الناس لما تزور بعضها، الناس لما تكون متحابة متراصة متفاعلة مع بعضها في الأفراح والأطراح، هذا كله يعزز من الصلابة النفسية ومن القدرة على الصمود في وجه التحديات. فبالتالي مهم جدا أنه الإنسان المتفائل يطلب الدعم. أيضا إن الاعتناء بأهم علاقاتك عندما تكون الأوقات جيدة يبني الثقة والألفة التي تساعد هذه العلاقات على البقاء قوية عندما تضرب المحن. الإنسان لما يهتم بعلاقاته ويهتم بتنمية هذه العلاقات والمحافظة عليها، سيجدها حاضرة في المحن والشدائد والمصائب لتدعمه وتعزز من صموده ومن إمكانيه ومن تعزيز مرونته النفسية وصلابته النفسية. أيضا احتضان التحدي والفشل. إيش احتضان التحدي والفشل؟ يصعب حقيقة على الكثيرين منا تحمل الفشل. نفضل دائما التراجع عن موقف صعب بدلا من المخاطرة. نجعل أنفسنا يعني حتى لا نجعل أنفسنا حمقى. ولكن عندما تبنى المنظور الذي يمكن أن يقودنا للتحدي، وأنه يمكننا التعلم من كل النجاحات والفشل، فإننا نمارس عضلاتنا المرونة العضلية. خلينا نقول الحقيقة، هذا لا يعني أننا يجب أن نسعى إلى الشدائد، لكن إيجاد طرق صغيرة يمكن التحكم فيها لتحدي نفسك بيبني الثقة. يعني هذا الشيء مهم جدا. أنت الإنسان دائما لابد أن يتحدى، لابد أن الحياة كلها صعوبات، الحياة كلها تحديات. إذا إحنا ما واجهناش الحياة وانحصرنا إلى زاوية من الزوايا أو انسحبنا، هل الحياة ستكون فيها نوع من المتعة؟ التحدي هو متعة الحياة. الصعوبات اللي بتمر فيها الإنسان، أدخل الجامعة، أكمل دراسات، أدخل هذا المجال العمل، أدخل هذه التجارة، أتزوج، كثير من الأحيان هذه كلها تحديات. والتحديات تصنع الإنسان. الفشل يعلم الإنسان أين الصواب. يتعلم الإنسان صحيح من أخطائه، وهذا يعني أدنى درجات التعلم. أن التعلم بالخبرة يعني من خبرات الآخرين أفضل، أقصى للوقت. لكن الإنسان إذا مر بمرحلة وفشل فيها، تدلل أو تبين له أن هذا الطريق سيء أو خطأ أو فسلك طريقا آخر. أما الفشل إذا أدى إلى نقوص وإلى انطواء وإلى انزواء، فهذا شيء سلبي و يعني غير جيد. يعتبر يعني يعتبر التعرف أو أن كل شخص مستويات متفاوتة في المرونة، لكنها مهارة يمكن العمل على بنائها. ابذل جهدا لتطويره قبل أن تواجهه صعوبات،
وستتمكن من مواجهة التحديات والتعلم منها. كل شخص عنده قدرات متفاوتة وعنده إمكانيات متفاوتة، لابد من بناء هذا الصرح الإنساني إن صح التعبير اللي في داخل الإنسان ليواجه التحديات. لا 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 أن نكون يعني منهزمين بشكل أو بآخر، ولا أن نكون يعني من الناس اللي عندهم مشاكل في المواجهة. إذا كنت تكافح للتعامل مع حدث صادم أو تجربة عكسية، فاطلب المساعدة المتخصصة. قد تكون في خطر الإصابة باضطراب التكيف أو اضطراب ما بعد الصدمة دون تدخل متخصص. يمكن للمعالج مساعدتك في تقليل المخاطر وزيادة مرونتك وإدارة محنتك بطريقة صحيحة. حقيقة إنه الإنسان اللي بمر بمراحل كثيرة من مراحل اللي يعني بيعيشها في حياته، لابد أن يحتاج إلى مساعدة. الأخصائي النفسي وجد لمساعدة الناس في الظروف الصعبة، فلا بد أن يكون الأخصائي النفسي أكثر الناس فهما ومعرفة بكل أبعاد الشخصية النفسية وكل التأثيرات اللي بمر فيها الإنسان، يكون الأخصائي النفسي على وعي فيها. طبعا الأخصائي النفسي لابد يكون أكثر صلابة، لابد يكون أكثر مرونة، لابد يكون أكثر وعيا، ولكنه في الآخر إنسان، ولكنه في الآخر إنسان. فبالتالي كلما تزيد خبرة الأخصائي يزيد قدرته على المساعدة، تزيد قدرته على الفهم، تزيد قدرته على الوعي، تزيد أيضا صلابته النفسية هو أيضا. أيضا في ناس اللي عندهم مرونة، إيش خصائصهم؟ الناس اللي عندهم مرونة، في حين أن الناس يختلفون بشكل كبير في مهارات التأقلم اللي بيستخدموها عند مواجهة أزمة ما. فقد حدد الباحثون بعض الخصائص الرئيسية للمرونة. يمكن تطوير العديد من المهارات وتقويتها، مما يمكن أن يحسن قدرتك على التعامل مع نكسات الحياة. يدرك الأشخاص المرنون المواقف وردود الأفعال العاطفية وردود أفعالهم العاطفية والسلوك من حولهم من أجل إدارة المشاعر. من الضروري فهم سببها ولماذا من خلال البقاء على وعي. ويمكن للأشخاص المرنين الحفاظ على السيطرة على الموقف والتفكير في طرق جديدة لمعالجة المشكلات. يعني الشخص اللي عنده مرونة نفسية لديه قدرة على تطوير كثير من المهارات وتقويتها، وأهم هذه الأشياء هو إدارة المشاعر والبقاء على وعي كامل. الناس اللي عندهم مرونة بيقدروا يسيطروا على الموقف، بيقدروا يتحكموا في تفكيرهم، بيقدروا يجدوا طرق لمعالجة المشكلات بشكل أو بآخر. يصعب على الكثيرين منا تحمل الفشل، يصعب على الكثيرين منا تحمل الفشل، وبالتالي لابد أن نقوي من عزيمتنا ويكون عندنا في sense of control. سمة أخرى أيضا هي sense of control، سمة أخرى من سمات المرونة، هي فهم أن الحياة مليئة بالتحديات بينما لا يمكننا تجنب العديد من هذه المشاكل. إحنا مش ممكن يعني الحياة كلها مشاكل، ومش ممكن نتجاوزها، مش ممكن نتخطاها. فبالتالي إذا إحنا نظرنا للحياة إنها وردية بتكون غير واقعيين، نظرنا للحياة إنها كلها حلوة بتكون غير واقعيين. الحياة فيها الوحش، فيها الحلو، فيها الخطر، فيها المريح، فيها كتير أشياء جميلة، وفي كتير أشياء صعبة ومؤلمة. فالحياة هي كوكتيل، خليط ما بين تلك وذاك. وبالتالي لابد إن إحنا يكون عندنا قدرة على تجنبنا هذه الأشياء المؤلمة وزيادة الأشياء المريحة والجميلة في حياتنا. يمكننا نظل منفتحين ومرنين ومستعدين للتكيف والتغيير. يعني حتمر علينا تغيرات، حتمر علينا ظروف صعبة، لازم نتكيف،
ما بينفع نضلنا جامدين يعني ماشيين باتجاه واحد. يعني اذا في خط يمينك تمشي يمين، اذا في شمالك تمشي شمال، وان واي تمشي وان واي، تمشي ستريتك تمشي ستريت. هذه كل الامور العلاقه بالسنس اوف كنترول، الشعور بالسيطره. هل ترى انك تتحكم في حياتك ام انك تلوم المصادر الخارجيه على الاخفاقات والمشاكل؟ هذا سؤال تسال نفسك، انت تتحكم في حياتك والله انت دائما بتلوم الناس الاخرين او الاشخاص الاخرين؟ بشكل عام يميل الاشخاص الاخرون الى المرنون عفوا الى امتلاك ما يسميه علماء النفس موقع التحكم الداخلي. انهم يعتقدون ان الاجراءات التي يتخذونها ستؤثر على نتيجة الحدث. بالطبع بعض العوامل ببساطة خارجة عن سيطرتنا الشخصية مثل الكوارث الطبيعية. يعني في أشياء إحنا ما بنقدر إنه نتحكم فيها، صار عندنا زلزال لا سمح الله، صار عندنا فيضان، صار عندنا حرب، إذا كان هذه يعني تعتبر طبيعية لكنها يعني من الكوارث اللي المتزامنة والمزمنة للشعب الفلسطيني. هذه الأشياء خارج إرادتنا نحن كبشر، خارج قدرتنا نحن كبشر، لابد أن نتكيف ولابد أن ننظر إلى الجوانب الإيجابية، في حين أننا قد نكون قادرين على إلقاء بعض اللوم على الأسباب الخارجية. فمن المهم أن نشعر كما لو أن لدينا القوة لاتخاذ خيارات من شأنها أن تؤثر على وضعنا وقدرتنا على التأقلم ومستقبلنا. أيضا من الأشياء التي يتمتع بها الأشخاص الذين لديهم مرونة هي problem solving skills، مهارات حل المشكلات. مهارات حل المشكلات ضرورية عند ظهور أزمة، يكون الأشخاص قادر المرنون قادرون على تحديد الحل الذي سيؤدي إلى نتيجة آمنة. بالتالي في المواقف الخطرة يطور الناس أحيانا رؤية نقدية للواقع اللي هم بيعيشوه. الأفراد المرنون قادرون على النظر إلى المشكلة بهدوء وعقلانية وتصور حل ناجح لتلك المشكلة. قدرتنا على حل المشكلات يدلل على مرونتنا النفسية وعلى صلابتنا النفسية وعلى قدرتنا على التكيف السليم. بعض الأحيان الإنسان يجد نفسه في مواقف صعبة لا يستطيع أن يتصرف فيها، فكلما كنا أقدر على التصرف بعقلانية وحكمة كلما كنا أكثر رباط الجأش، كنا أكثر أن نكون على فهم لواقع التكيف والتأقلم، كنا أقرب إلى أن نكون لدينا وعي واضح بما نحن فيه، وهذا يدلل على صلابة أقوى وعلى مرونة نفسية وعلى قدرة على التكيف. فبالتالي الناس اللي عندهم قدرة على حل المشكلات بشكل أو بآخر هم من الناس اللي يتمتعون بمرونة نفسية أكثر من الآخرين. Strong social communication or connection، روابط اجتماعية قوية. Strong social connections، الأشخاص اللي عندهم روابط اجتماعية قوية عندما تتعامل مع مشكلة ما، من المهم أن يكون لديك أشخاص يمكنهم تقديم الدعم، يمكن الحديث معهم عن التحديات. الحقيقة أنه التعبير عن المشاعر مع الأصدقاء يعني عملية تفريغ انفعالي، تفريغ نفسي. يمكن أن يكون الأصدقاء وأفراد الأسرة أو حتى زملاء العمل ومجموعات الدعم عبر الإنترنت إن كان هناك بهذا الثقافة موجودة مصادر محتملة للتواصل الاجتماعي، بتشكل نوع من الرفاهية الاجتماعية وبتساهم في دعمنا
بتخلي في هناك نوع من تحس انك انت كائن اجتماعي محبوب محتضن، عندك قدرة. يعني تحدثنا سابقا انه الناس اللي عندهم لو ريزيليانس اكثر اللي بيشعروش، بالذات الاطفال اللي ما عندهم مش حدا كبير سبورت لهم في حياتهم العادية ويدعمهم ويساعدهم ويقويهم وكذا. كثير من الاطفال بيحتاجوا الى دعم من هذا الجانب. وايضا الادلتس الناس الكبار البالغين انه هم بيحتاجوا ايضا لهذا الشيء بشكل او باخر. فبالتالي مهم جدا ان يكون عندنا ناس او مجموعات دعم، او احنا الناس اللي عندهم خلينا نقول مرونه، عندهم ناس اجتماعيين بيكونوا بالاساس، عندهم تواصل جيد، عندهم مجموعات دعم، عندهم اصدقاء، عندهم زملاء، عندهم ناس داعمين لهم. فبالتالي هذه من احد مظاهر المرونه النفسيه. عند التعامل مع أي أزمة محتملة من الضروري أن تعتبر نفسك أحد الناجين، تجنب التفكير كضحية، مهم جدا هذا. وبالتالي إذا أنت فكرت أنه أنت من الناس اللي عندهم مجموعات دعم، مش هتفكر بهذا الجانب، هتفكر أنه لا، أنت عندك في ناس قادرين أنه يساعدوك، وأنك أنت مش ضحية، وأن هذا الموقف اللي مريت فيه موقف عابر. فبالتالي المجموعات الدعم بتوفر هذا الشيء بشكل أو بآخر. هذه الأشياء اللي الحقيقة اللي بمر فيها كثير من الناس، وبتكون مرونتهم النفسية قوية. فهذه الأمور اللي تحدثنا عنها سابقا اللي هي روابط اجتماعية قوية، وانه يكون عنده قدرة على طلب المساعدة، يعني كمان يعني مهم جدا انه عندك قدرة على طلب المساعدة. الانسان كائن اجتماعي لا يستطيع ان ينسلك عن مجتمعه. فالانسان اللي عنده مرونة قوية ايضا لا يتردد في طلب المساعدة من الاخرين، لا من ناس مقربين او من اخصائيين مدربين حتى يساعدوه على تخطي مشكلته. هذا بشكل او باخر حول موضوع اللو ريزيلينس، وعلى الناس اللي عندهم مرونه ايضا قويه ومواصفاتهم بشكل سريع ومختصر. وسيدونا تكس ايضا اضافه للباوربوينت موجود لديكم ان شاء الله، ونراكم في لقاء اخر، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.